لا كده كده. أحبائي السلام عليكم، أتمنى تكونوا بخير. كيف حالكم؟ إن شاء الله كلكم مبسوطين وسعداء. الله يعطيكم العافية. برحب فيكم وبقولكم أهلا وسهلا. أنا معاكم هلأ على الانستغرام، عندي على الأكاونت، وبرضو إحنا طالعين لايف برضو من أكاونت تافولا شوب. أهلا وسهلا فيكم، تسلمولي. شكرا كتير، شكرا على القلوب، وأهلا وسهلا. سعيدة أن أكون معاكم في هذا اللقاء الممتع اليوم. هقضي معاكم وقت، وأتمنى أنه إذا عندكم أي سؤال أنا مستعدة لسماع أسئلتكم. خلينا نشوف مين اليوم حضر معانا اللقاء اللايف اللي قدمته. تسلموا، أهلا وسهلا. كان اليوم عندنا لقاء كتير 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 مميز وممتع. كان عندنا حلقة خاصة للإنستانت بوت. أهلا وسهلا من سلطنة عمان وكل البلاد، برحب فيكم. البث لا واضح، أنا شايفة عم بقدر أشوفكم واضح، بس أنتوا استنوا شوي هيك لي يتحرك أكتر. الأحباء اللي بيسألوا عن الوصفات بصفة عامة، طبعا أنتوا فيكم تفوتوا على أكاونت منال أونلاين وتشوفوا كل الأسئلة أو الوصفات الموجودة عندي على الموقع، بتقدروا تشوفوها في منتهى السهولة. وإذا بدكم وصفات، إحنا بنقدم كمان يوميا، أنا عم بطلع لايف وبقدم وصفة، فتابعونا. خليني أقولكم في الأول أنه أنا جدا جدا مبسوطة على الوصفة اللي قدمناها اليوم. كانوا قدمنا ثلاث وصفات رائعة جدا جدا بالإنستانت بوت. شكرا لكل الكلام الحلو. وشكرا للقلوب، الله يخليكم. أهلا وسهلا فيكم كلكم جميعا. عايزة أقولكم اليوم أنا كنت معاكم بالتعاون مع أحبائي. شكرا شكرا. شكرا. تحياتي لزوجك الكريم، بتقولي زوجي مبسوط في الحجر مع وصفاتك. كويس انكم عم بتقضوا وقت مع بعض في المطبخ وبتعملوا الوصفات. اهلا وسهلا. اليوم كان عندنا لقاء وصفات كتير كتير مميزة قدمناها على الانستانت بوت. الانستانت بوت عايز احكي لكم عنه، عم يدخلوا ناس لسه كتير، فاهلا ورحب فيكم. طبعا من إيران، من الجزائر، من الإمارات، كلكم أحبائي. ودائما دائما ببقى سعيدة لما بكون معاكم، وبشكركم على متابعة الحلقات والبث المباشر. تسلمي، شكرا شكرا. كل اللي بيطلبوا مني أقول أسمائهم، بقولهم أني أنا صعب أقول كل الأسماء، بس بقول تحياتي لكل الناس من كل أنحاء العالم. الله يسعدكم جميعا، ونكون دائما دائما معكم على الخط. من كردستان أهلا وسهلا، ومن السعودية كلكم أحبائي. أعزائي نتكلم شوي عن الانستانت بوت. يمكن شفتوا اليوم انتوا الحلقة اللي أنا قدمتها. الأخوات اللي ما شافوا ممكن يفوتوا تاني هلأ على اللايف، ما زال موجود عنا البث، بتقدروا تشوفوا. وطبعا إذا حبيتوا عايزاكم بتلاقوا عندي في الأكاونت فوق في بالبايو، اللي هي البايو اللي هي مقصود في الجزء الاعلى من الاكونت في الانستغرام، بتلاقوا لينك. اذا دوستوا عليه بتروحوا على اللينك اللي بيوصلكم على الاكونت تاع الانستانت بوت اذا حبيتوا تشتروا، والاكونت تاع تافولا شوب. تافولا شوب هو من المحلات المحببه جدا الى قلبي من سنين سنين طويله. خليني أوجه لهم تحية في هذا اللقاء، أقول لهم شكرا على مجهودهم، إنهم وفروا لنا فعلا كل المنتجات اللي بتخطر على بالكم وبتهمكم في كل ما تحتاجونه في المطبخ. يعني أنا من يوم ما بديت عشق المطبخ، وأنا كل ما كنت أسافر كنت أجي تافولا. كان أكثر إشي في دبي بصراحة كان المحلات اللي هون، كانت يعني مكان المفضل، وأعمل حسابي في الوزن عشان أشتري أغراض وهكذا. يعني هلأ صار موجود في كذا بلد. من فضلكم فوتوا على الأكاونت عن تافولا شوب وشوفوا الأدوات اللي عندهم، الفروع اللي عندهم،
واتفرجوا على الانستنت بوت. الانستنت بوت زي ما خبرتكم هو عبارة عن طنجرة او قدر، في ناس بحبوا يسموها طنجرة، في ناس بحبوا يسموه قدر، حسب ما انتوا بتحبوا. هو عبارة عن قدر ضغط، طنجرة ضغط، بتبقى هي عبارة عن جهاز زي طنجرة بتشغل على الكهرباء، بنقدر نعمل فيه العديد والعديد من انواع الطبخ. طنجرة الضغط احنا متعودين عليها هي طنجرة ضغط فقط، ما بتعمل شيء اكثر منها طنجرة ضغط. ولكن ما الانستنت بوت زي ما شفتوا انتوا اليوم بنقدر نعمل، يعتبر طنجرة الضغط بكل ما فيها من خواص، بنقدر نحضر فيه مرق، بنقدر اللي هو زي صلصات زي الصالونة اليخني، بنقدر نحضر فيه برضه اللبن الزبادي، لو بدكم تروبوا لبن في البيت فيكم تحضروا فيه، وبتقدروا كمان تحضروا فيه الرز، عدة أنواع من الرز، وبنقدر نعمل فيه حبوب، أي طبخ بقول برضك، لأن البقول بتاخد شوي وقت، والأحلى الأحلى إشي فيه إنه فينا نعمل فيه طبخ على البخار. وبنقدر نعمل كمان كل الجماعة اللي عندهم أطفال وبيحبوا يتعرفوا على أفضل وأسهل طريقة لتعقيم الببرونات تاعت الأطفال، بتقدروا تستعملوا هذا الجهاز للتعقيم، وهذا أحلى إشي كمان فيه. حتى اللي بيحبوا يعملوا مربيات، بيحبوا يعملوا عصائر، هلأ لرمضان بتحبوا تجهزوا، بيقدروا ترد البرطمانات هذه تعقموها في هذا الجهاز، هذا شيء كتير كتير، أو في هاي الطنجر خلينا نقول. وبنقدر كمان نطبخ بالنظام السوفيد، اللي هو سوفيد ما الطبخ بالمي، يعني بنحط مثلا قطعة اللحمة أو قطعة الدجاج بكيس وبنقفلها كويس وبنطبخها في المي. هاي من وسائل الطبخ اللي بتاخد عدة ساعات، ولكن بيعطي طعم رائع جدا 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 للأكل. أعتقد لسه مش الكل تعرف على أسلوب الطبخ هذا، بس هو من أساليب الطبخ الرائعة جدا. الانستنت بوت عندنا نوعين، عشان بس خليني اوضح لكم، في نوع اسمه ديو، في ديو بلاس. ديو اللي هو بيبقى فيه عده امكانيات للطبخ حسب كل اسره، انتم فيكم تختاروا. هل انا محتاج مثلا، ممكن مثلا اسره ما عندهمش بيبي فمش محتاجين مثلا عمليه التعقيم نفترض يعني، فانتم ممكن لو تكرمتوا تفوتوا على الموقع على تافولا بلاس شوب وتشوفوا شو أنواع الجهاز أو طنجرة الضغط هذه، وتختاروا منها الموديل اللي أنتوا بتحسوا إنه مناسب لأسرتكم لعدد أفراد الأسرة، وبتقدروا تختاروا منها ما شئتم. يعني جانا أسئلة اليوم عن موضوع التنظيف. التنظيف جدا سهل جدا جدا، يعني زي ما شفتوا هو عبارة عن فقط الجهاز من او الطنجره من الخارج، هذه انا ما بحتاج انظفها من الداخل، بجرد بمسحها ونادرا ما تحتاج تنظيف خالص يعني. وبيبقى فيها الوعاء اللي انا بطبخ فيه، هذا الوعاء عباره عن وعاء مصنوع من لسان ستيل السميك جدا الهاي كواليتي، بشيله بغسله بليفه بنشفه برجع بحطه تاني، ولا اسهل من هيك. الغطا ممكن برضك انظفه في منتهى البساطه، وبينغسل في الديش ووشر اذا حبيتوا. في بيبقى رينج بلاستيك هيك ربر بيحمي البخار انه يطلع، برضه هذا سهل نشيله نغسله ونرجع نحطه تاني، ولا اسهل ولا ابسط من هيك يعني. خلوني احيي وارحب باللي دخلوا هلا من خلال البايو عنا، اذا حبيتوا برحب فيكم. واللي بيسألوا كيف ممكن نحصل على الجهاز، من البايو فوق بتلاقوا على انستغرام في لينك، بتضغطوا عليه بيوديكم على الاكاونت تاع الانستنت بوت، او اذا حبيتوا من التافولا شوب بتقدروا تفوتوا وتستفسروا عندكم اي سؤال اي استفسار. في على فكره كتيب وصفات برضك كتير رائع باللغة العربية، وكمان حتى الطنجرة نفسها عليها شرح للزراير باللغة العربية إذا حبيتوا. شكرا للي بيشكروا على تافولا الاتصال في الكويت. ممكن في تافولا في الكويت، ممكن إذا حبيتوا تتواصلوا معهم كمان. ويا يا يا في طبعا عدة فروع، في عدة في الدوحة موجود، في السعودية
الجهاز اسمه انستانت بوت. انستانت بوت اوكي. ممكن نعمل فيه كيك؟ اه طبعا ممكن. احنا اليوم عملنا كيكة كتير كانت لذيذة، اللي هي كيكة المولتن كيك، اللي هي بتبقى تشوكلت، وبتبقى كمان لما نيجي نقطعها بتبقى فيها صوص شوكولاتة من جوا سايح. كتير 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 كانت رائعة. ان شاء الله بتشوفوني على التلفزيون، انا بكون على قناة فتافيت، بكون ان شاء الله معاكم في رمضان. انستانت بوت سهلت علي كتير الطبخ. اه شكرا. في ناس هيهم عندهم الانستانت بوت عم بيشكروا فيها وبيشجعوكم على انكم تحصلوا عليها. انا في رمضان ان شاء الله حكون على قناة فتافيت وعلى اليوتيوب في كل مكان الحمد لله. في سؤال انه ممكن يكونوا مسكرين، هو ممكن طبعا يكونوا مسكرين، احنا كل الدنيا مسكرة، حتى عنا في الامارات، انا بحكي معكم من الامارات، وفي الكويت ممكن يكون اكيد مسكرين، بس طبعا في ديليفري اعتقد، يعني في ديليفري. من فضلكم فوتوا على الاكاونت واسألوا اي سؤال بدكم اياه. إذا لقيتوا عندكم طريقة شكرا، إذا لقيتوا أي استفسار عندكم وحبيتوا كمان تبعتوا لي أنا على الخاص بدكم أي استفسار من عندي، إذا بقدر أساعد ما حد أخر. يعني عندكم كذا وسيلة، عندي تبعتوا لي على انستغرام، حابين تبعتوا لي على انستغرام الخاص كمان أنا بقول لكم أهلا وسهلا، حابين على انستنت بوت الأكاونت تاعهم تفوتوا، حابين على تافولا تفوتوا، كل هذه الأماكن موجودة عندكم تقدروا تستفسروا. شكرا لكم، شكرا شكرا. الحلو كمان عايز احكي لكم على الانستنت بوت انه له اسم تاني، اقول لكم بصراحة له اسم تاني، بس الاسم هذا مش اسمه الاصلي او الرسمي، بسموه قدر العزوبية. يعني الشباب العزوبية والبنات العزوبية دايما بيعتمدوا في طبخاتهم على هذا القدر او هاي الطنجرة، او بسموه ساعات طنجرة الموظفين او طنجرة المعلمات يمكن اكتر شيء كمان. فهاي الطنجرة او القدر سهل، ليش؟ لانه ست البيت اللي بتشتغل ما بيكون عندها وقت كتير انها تطبخ وتجهز، مش عارف. فالحلو فيه انك ممكن تجهزوا طبختكم وتظبطوا تايم معين واوتوماتيك هو بيشغل على التايم. والحلو فيه كمان انه بعد ما يشتغل على البخار وينطبخ الاكل هو لحاله في طريقه، يعني لحاله من غير ما انا اعمل ابدا شيء، بيتخلص من البخار. اذا احنا عم نطبخ وحابين نتخلص احنا مانيوال من البخار، ممكن اضغط على الزر ويطلع البخار، ولكن اذا سبته لحاله اوريدي البخار بيطلع لحاله، مش محتاج مني ابدا اني انا اكون بتابع موضوع اني انا اضغط على الزر لاتخلص من البخار. وهذه ميزه حلوه. والحلو كمان وخصوصا في رمضان انه فينا يضل الاكل سخن محتفظين فيه دافي، عم نعمل شوربه، عم نعمل وات ايفر الاكل اللي بنعملها، ورز، مكرونه، اي شيء مرق بيضله دافي ولذيذ جدا، وبتقدروا تستمتعوا فيه أي وقت أنتوا بدكم، خصوصا في رمضان بتبقى هذه ميزة كتير حلوة. يعني خلينا أتكلم عن نقطة كتير مهمة، وكلنا إذا سألنا بعض هذا السؤال، ماذا يعني عندنا قدر الضغط أو طنجرة الضغط؟ أنا شخصيا طنجرة الضغط عندي صوت عالي وبخار وهيك تنشن وقلق ومش عارف مين، زي ما كنا بنشوف أهالينا زمان. طبعا هذا الكلام ما في منه أبدا، لأنه زي ما شفتوا أنتوا اليوم لما الطنجرة استعملتها ولا في أبدا أي قلق ولا شيء، سلامة وسهلة وما بتحتاج منا أبدا أي زي ما نقول خطوات معينة، لحالها أوتوماتيك بطلع البخار من غير دوشة وكمية بخار قليلة، من غير حتى هيك ما نعجق المطبخ ونعجق كل العيلة عشان نستعمل طنجرة الضغط. الحلو فيه كمان انه يعني كلنا بنخاف من مشكلة انه ينفتح الغطاء ويطلع البخار، صح؟ هي هذا اكتر اشي بخوفنا. طبعا هون في الجهاز الانستنت بوت ما بنشوف هاي المشكلة ابدا، لانه اصلا مستحيل ينفتح إذا ما كان البخار أوريدي طلع.
فما تقلقوا ابدا من هذه الجزئيه، وجهاز امن بضلوا على طاوله المطبخ عندكم في منتهى السهوله. واللي عايزه اقول لكم اياه كمان، برحب بكل اللي دخلوا هلا، انا عم بحكي كتير كتير بس ايه، بس معاكم على الخط، اهلا وسهلا فيكم. وبرحب بكل اللي عم يدخلوا، كلكم ما شاء الله. بيسألني عن الطحين، طبعا الطحين نقدر نستعمل معظم الأكلات اللي عم بنقدمها، إحنا عم نستعمل الطحين المتعدد الاستعمالات. وأنصحكم طبعا بطحين البيكر، اللي بيكلموني ممكن طحين البيكر، أنا الأمباسدور لطحين البيكر، موجود عندنا في الإمارات وفي السعودية، بتقدروا تستعملوه من أروع أنواع الطحين. اللايف اليوم موجود، بيسألوني اللايف اليوم موجود، طبعا موجود، إذا حبيتوا تدخلوا على الخاص وبتلاقوا موجود عندي اللايف، مازال يعني، وحنخليه بعد هيك كمان، إذا حبيتوا أي وقت تفوتوا تشوفوا برحب فيكم أي وقت يعني. وصفات رمضان إن شاء الله بنكون معكم في وصفات جديدة لشهر رمضان. فتفيت أنا ما أقولكم أوكي بدها تحتاج إنكم تكونوا مشتركين، ولكن في عنا برضك فتفيت على اليوتيوب، في عدة حلقات بتلاقوها لمنال مقدمة أنا على اليوتيوب، عدة حلقات لفتفيت، ففيكم برضك تفوتوا وتشوفوهم، حلقات كتير لطيفة. أنا مشتركة فيها مع مجموعة من الشفات الأعزاء أصدقائنا، برحب فيكم وأهلا وسهلا في جميع اللي عم يدخلوا من كل البلاد، أهلا وسهلا. ممكن تفوتوا على الموقع، أيوة شكرا شكرا. بشكر كل اللي بيقولوا كلام طيب، بسعدني إنكم عم بتجربوا الوصفات، وبقولكم وبوصيكم دايما انكم تكونوا في البيت، تخلوا بالكم من صحتكم، ما تطلعوا، احنا ما عم نطلع صار لمدة طبعا اسابيع كثيرة واحنا في البيت ما عم نطلع، وان شاء الله اكون معكم دائما انا بالبث المباشر، كل مرة حنقدم لكم وصفات مختلفة، وحنكون معكم برضك في ضمن تواجدي كسفيرة في برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، حيكون عنا برضك كذا حملة حنقدمها، كيف تقعد في البيت، كيف تأكل أكل صحي، كيف تهتم بصحتك، هذه كلها إن شاء الله حتلاقوا على طول في تواصل مع كل المؤسسات والحكومات طبعا اللي بندعم فيها، هذا المسؤولية المجتمعية علينا كلنا جدا، كل واحد في دور أو عليه دور لازم يقوم فيه، فإن شاء الله حكون معاكم باستمرار، بقدم وصفات وبقدم أكلات كل شيء. وبرحب فيكم من السعودية، أنا برضك بحبكم، شكرا شكرا لكل كلامكم الطيب، وزي ما خبرتكم بس نخلص هذا البث فيكم تكملوا على اللايف تشوفوا الشو اللي قدمته اليوم، عملنا شوربة البروكلي بدقائق بسيطة جدا، وعملنا الكبسة بالإنستانت بوت اللي هي بطنجرة الضغط، الكبسة بطنجرة الضغط ب15 دقيقة كانت جاهزة، وعملنا كمان المولتينج شوكليت كيك، كانت من الكيكات اللذيذة جدا، بس تجوا تاكلوها بتلاقوا فيها الصوص الشوكليت السايح اللذيذ الرائع جدا. أعزائي من فضلكم ادخلوا على ادخلوا على تافولا شوب لو سمحتوا، او عندي في الاكاونت فوق في البايو بتلاقوا لينك بتقدروا تدخلوا عليه وتحصلوا او تطلبوا الجهاز، وزي ما بخبرتكم الجهاز امن وممتع، واعتبروه صديقكم في المطبخ، اهلا وسهلا من اسطنبول، اعتبروه صديق لكم في المطبخ، وحاولوا هيك تكتشفوا كيف ممكن تستفيدوا منه، لانه هذا يعني طنجرة قلت لكم هي مش بس مجرد طنجرة ضغط، هي طنجرة بتعمل العديد والعديد من اساليب الطهي، على البخار، بالمية، بالطبخ البطيء، الطبخ الطويل الوقت، السلو، للمرق، للحبوب، يعني
كل ما شئتم، واللي بيحبوا يعملوا الزبادي وخصوصا في الأيام اللي احنا فيها هاي، أنصحكم إنكم حاولوا كل شيء تعملوه في البيت قد ما تقدروا. الزبادي ولا أسهل من هيك، بتضلها درجة الحرارة بطريقة معينة بدرجة معينة، بتحطوا الزبادي وبتسيبوه بتلاقوه زي الفل، قصدي بتحطوا الحليب وتسيبوه للفترة المحددة. و أحبائي اللي بيطلبوا وصفات، طبعا الوصفات موجودة على منال أونلاين بتلاقوها. شكرا لكلامكم الحلو. الجهاز هو عبارة عن طنجرة ضغط يا جماعة، الجهاز طنجرة ضغط وطنجرة لعدة أساليب طبخ، فبتقدروا تعملوا فيها الرز، تعملوا فيها الشوربة، تعملوا فيها أي يخني، أي طبخة عندكم تقدروا تعملوها. ونفس يعني الحلو فيها هون، بتسألوني هل هو نفس الطبخ على النار أو لما بطبخ بأي طنجرة عادية، هو نفس الشيء، ولكن الفرق عندي هون أعزائي أني أنا ما عم بخسر الفيتامينات اللي عم تطلع في البخار. يعني دائما لما بنطبخ إحنا الأكل، لما يتعرض الأكل لأي سخونة طبعا بيطلع السوائل اللي موجودة فيه، فهاي معظم السوائل بتتبخر مهما كنا مغطيين طنجرة الأكل العادية، إلا بيكون في تسريب للبخار. هون إحنا شو بنعمل؟ بنكتم البخار في داخل الطنجرة، فبتضلها الفيتامينات موجودة، وبالتالي كمان حتى بتلاحظوا الأكل ما بنحتاج نحط كمية مي كبيرة، حتى الرز هيبقى عياره ميته أقل من الرز العادي اللي بنطبخه بأي طناجر عادية. ليش؟ لأنه بخار ما عم نخسره، بيضلوا موجود وبنرجع بنطبخ فيه. تحية لأهل حلب، بيسلموا لي أهل حلب، الله على سوريا والشام وكلكم حبايبي في كل البلاد، الله يخليكم. شكرا كتير لكم على كلماتكم الحلوة وتعليقاتكم الجميلة، الله يخلي لي إياكم. أنا عم بقول كل أسماء البلاد الله يسعدكم. أهلا وسهلا طبعا فلسطين الحبيبة. عم بشرب عفوا، عم بشرب لبن لبن اللي هو أوكي لبن الخاثر. في كتير بيسألون عن موضوع اللبن الخاثر. قررتي تشتري الطنجرة؟ ألف مبروك حبيبتي، ألف مبروك، الله يسعدك وتشتريها وتنبسطي كمان فيها. يعني هي زي ما قلت لكم هاي الطنجرة، يعني أهلا وسهلا من ألمانيا ومن فلسطين، أهلا ومن السعودية. هاي الطنجرة حتبقى صديقتكم في المطبخ، بس بدي إياكم لما تشتروها تحسوا كأنكم هيك شريتوا شيء، بدكم يعني خلونا أقولكم كيف شعوري أنا، كأنها مغامرة، مغامرة في أني أنا بدي أكتشف كل شوي إشي، كيف ممكن أطبخ هاي الشغلة، كيف ممكن أعمل هذه، كيف ممكن طريقة التشويح كمان. لو أنا بدي أطبخ إشي بالزيت، في عندي طريقة التشويح بس طبخ عادي يعني من غير ما أولع غاز، والقلق وش عالساكت بهدوء بنظافة. بدي أطبخ مثلا بامية بزيت، فاصوليا بزيت، أي شيء بقدر أحطه مع شوية زيت زيتون وبصل وأسيبهم، ولا أطيب ولا أسهل من هيك. لو حبيتوا مثلا تشوحوا الأكل قبل ما نضيف، نفترض بدي أشوح جاج أو لحمة، قبل ما أضيف بقية المكونات عادي بشوحهم بيحمروا زي الفل. اللي بيسألوني إذا اشترينا طنجرة الضغط ومش عارفين نستعملها، فيكم لو سمحتوا تفوتوا على الأكاونت تاع الانستنت بوت، بتلاقوا كتير وصفات، وهي كمان بيجي معها مرفق كتيب باللغة العربية فيه وصفات. وإذا حبيتوا أي استفسار، كل فريق العمل الرائعين اللي موجودين في التافولا شوب حيساعدوكم، أي سؤال بدكم إياه حيكونوا هم معاكم على الخط ويساعدوكم، أنا كمان بقدر أساعدكم، ما بنتأخر أبدا عنكم. يعني أهلا وسهلا فيكم، تسلمي تسلمي. موضوع محسن الكيك أنا مش كتير معه، لو يعني مش كتير. أهلا وسهلا من الأردن، وحتشتروا طنجرة مبروك عليكم حبيبتي، الله يسعدكم. موضوع محسن الكيك يا جماعة أنا مش كتير زي ما بقولكم، يعني
مش ما بحبه، انا ما بستعمله يعني، لا ضده ولا مش معه، ما بستعمله، ما بحس ان انا محتاجه. من فضلكم اريد اني انصحكم نصيحه كتير كتير رائعه، تدخلوا على الاكاونت عندي وتشوفوا وصفه اسمها كيكه البرتقاله، لو سمحتوا تطبقوها بالمقادير بالدقه اللي موجوده فيها، ما في بعد هيك اي كيكه حتفشل معاكم لو سمحتوا، من غير محسنات ولا أبدا أي شيء آخر. هاي من أروع الوصفات، فأرجو أنكم تجربوها أحبائي. أنا عايزة أقولكم أني أنا كتير مبسوطة أنكم أنتوا دخلتوا معنا على اللايف، وإن شاء الله دائما أكون معاكم، نحاول ندردش زي ما بقولكم الإنستانت بوت من القدور أو الأدوات الرائعة جدا في المطبخ، أنصحكم فيه. وإذا بدكم أي استفسار فوتوا عندي على الأكاونت، حتلاقوا اللينك فيكم تحصلوا عليه. وبقولكم أني أنا جدا سعيدة أني قضيت معاكم نص ساعة من أجمل اللحظات عندي. شكرا لكل كلماتكم الجميلة، شكرا لكل تعليقاتكم، وإن شاء الله دائما ضلنا على تواصل، وألقاكم بكرة إن شاء الله في بث مباشر على الساعة 2 بتوقيت دبي، لنشوف بكرة إيش بدنا نقدم. تحياتي لكم والسلام عليكم، وخليك في البيت. شكرا شكرا لك.